السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. مقطع اليوم بيكون عبارة عن مقطع منتظر صراحة، كلنا كنا ننتظره، حتى الأجانب ينتظرونه، والمباراة هذه صراحة منتظرة، يعني تتكلمون عن من فترة طويلة مرة، كيلرز وروس ونادر ضد فالكون. هذا الفريق اللي قلنا عنه فريق صاعد، بنفس الوقت فالكون فريق من أقوى الفرق بالشرق الأوسط. صراحة أنا بالنسبة لي كنت متوقع أنه بيكون في فرق في السيزن الجديد اللي هو حق الأرلسيس، بيكون في منافسين مرة أقوياء لفريق فالكون، فصراحة بيكون مقطع اليوم مرة قوي. أتمنى أنكم تستمتعون في مقطع اليوم، ولا تنسون تسوون لي فولو في تويتش، تراني يعني تقريبا أمس بثيت تقريبا 10 ساعات ونص، يعني صراحة كان بث مرة طويل. بثينا الأرسيس كاملة بس بعدها ما طفينا البث، كملنا هبدو لعب سواء روكيت فالو ألعاب شاطحة، قمنا نلعب مع الشباب اللي كانوا موجودين في البث. فأبدأ أي شخص شوف المقطع أبد حياه الله في قناتي في تويتش، بحط لكم قناتي تحت في الديسكريبشن، لا تنسون اللايك والاشتراك. وش البداية ذي؟ شباب بدوها على طول، روس حطها بالتسعين صيح خالد. يا ساتر، أول ثواني يا ساتر يا عيالي، ده أول جيم وبدايته كذا، كيف في النهاية هجل؟ بتشوفون جيمين ورا بعض الفالكون بدايتهم قوية. ألو نادر، شفت السواء؟ شو هنا الغلطة؟ كذا طعس بالعارضه من القائم. لكن عموما احمد كان هذا هو الجيم سنس اللي قبل كان الوقت اللي معلق. الحل من عند نواف لانه هو اللي مشغل الاوفرلاي هذا من نفس روكيت. معليش الوقت معلق في الشاشه. الوقت الفعلي للمباراه هو 3 دقائق و7 ثواني، ونادر يفجرها. والله جاك هدف صاروخي ارضي جوي، شوفه من بعيد يا ابوي جاي يركض. اوكي تعدل الوقت، النتيجه اي ضبط كل شيء حلو، شوفها خلاص جت بلرز. ممكن نشوف هدف، والله اذا طاروا ذولا يا لابد عنهم حتى مهما كان اللاعب يضدهم، لانه والله صاير طيرانهم مرعب، والله مرعب. نادر حلوه تكفيل في المباراه هذه، اللعب العدائي بشكل عام 2-1 اللي هو نتيجة الجيم. سجل هدفين حلوة نايس. كلير منه. لا 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 كان بالمكان المناسب. وش يصير احمد الترك لعلهم حبوا يخشون بعض، ما عليه، الامور ما زالت تحت السيطرة. ياب الجيم مرة حامي، والله مرة حامي. الحالة مع احمد، ممكن نشوف عمل جماعي، تمريرة لاحمد، تسديده بس بعيده نوعا ما بلا اي شك. ارضيه ممكن يدبل احمد، لا موجود كيلرز بالدفاع، يعني ممكن هذه تكون هجمه مرتده. بيكون في مخاوف كذا مره، يعني فالكون لو لعبوا ضد اي فريق يقدرون كذا في هجمه مرتده يسجلون هدف، او انهم اذا ضيعوا يرجعون بسرعه. لكن هنا عندك كي ار ان، دفاع هجومهم تعرفون قديش سريع، رجال ينطون من مرماهم المرمى فالكون وفريق الخصم بشكل عام. لكن احمد اتوقع انه بتكون هدف، يا عيني والله حلوه مره من كيلرز، حد دفاعهم قوي. ياب 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 يكون لحاله في المواقف الصعبه، قدر انه يعني على انه باقي دقيقه فرق هدف، ترى تعتبر كثير الفالكون، لانه باليالا بيسجلون هدف. دفاع كي ار ان مره صعب، والعكس بعد، حتى كي ار ان من اليوم ما هم قادرين يسجلون هدف. خالد احمد في الجدار، حاولت انه يخلي كيلرز يا الهي يا كيلرز متحكم بالكوره بكل اريحيه، مش طبيعي. قدر انه يراوغ، قدر انه يبعد، قدر انه كل هدوء، لكن ما في وصل الهدوء في نهايه المباراه. اخر ثواني عيال، هذه اخر هجمه الفالكون، هذه اخر هجمه سيل جول صوت الكيلرز. واو التشالنج يا كيلرز، يا ساتر الخشه يا ابي، ما تفقع الكوره تستهبل. شوف احصائيات كيلرز، تهبل كيلرز، عندهم 7 سيفز، 4 سيفز. والله لاحظت بدون ما يسجل ولا هدف، هو الاول توني استوعب. والله كيلرز يا عيال كيلرز، انا ما قلت لك راح تتحول الامور او لا. ايش شكل ان ننطلق بعد ثواني معدوده. ليه يوقف الحكم؟ قرر انه يخرب علي يعني توقعاتي. احمد ما له خلق يكتب، اعطاها نو بروبلم. واحد بعد كتب له نو بروبلم اللي هو نادر. يلا ليتس جو، هذا ثاني جيم. الجيم الاول فازوا فيه كي ار ان، هذا الجيم الثاني ما ندري مين بيفوز فيه صراحه. مباراه مره حاميه، الله يستر. ما راح ما قلت لكم انا ما راح استبعد لو خسروا فالكون، طبعا بتكون اول خساره لهم في بدايه ريجنال. 3 أو 4 تفجيرات ما قد صارت، قد خسروا في ريجنال لكن ما قد خسروا من البدايه. من بدايه الجيم الثاني في اول 20 ثانيه
اجريسيف، وهذا الشيء اللي يحتاجونه الفريقين صراحه، لان توصل مرحله من في السقف يوم تكون مهاراتك خلاص وصلت على مرحله نكبدي مره الرصاب عليهم. خلاص اللي تحتاج الان انك تصنع الو ديسكونكت. يا الله دلاق عندي بس ولا باكيت لوز وبوقتك لكل بث طيب خاف نواف. يا اخي هذا ايش قاعد يصير لهم يا اخي؟ كان في لازم يرصد الهدف والله لازم. اي اي مستحيل مستحيل يحتسب الهدف الاول اساسا، مستحيل ما ينحسب لانه جاء في وقت الباكيت لوز. مت ما ادري انبح حلقه لاخر شيء كذا دقيت نمره. راح نكمل يا اخوان يلا يلا ليتس جو ليتس جو. بيكملون راح نرجع للمباراه، النتيجه نفسها راح ينحسب الهدف يا اخوان. ليه ظلم والله ما عليه. يقول بيكملون على نفس النتيجه ما راح يغيرونها. ظلم والله جاء وقت اللاق بس يلا عوافي. لا والله حتى الا والله ليه اسمع لو اقول لك ان تيم واحد منهم جاء لاق ردوها قالوا اوكي ما تبوني خلاص انا اعلمكم. احمد احمد طنقر السيف كان حاضر من والله حكم بعد عند كيلرز رايح الو يا اخي سرعه اللعب مو طبيعيه. يا ابي انا اتوقع ان الادمن حط سرعه البوست 1.5 بالغلط. اتوقع مو طبيعي. انت نواف تقفل ملفهم يا ل... تدخل ثنائي من فالكون ويستغلونها دبل بهدف. اه كيلرز رقها والله ما يقدر ما يقدر ما كان مع بوست ما كان مع بوست والله ما كان يمدي والله ما كان مع بوست. شوف نادر ما الكوره فوق سيارته لازم بوست عشان يطلع فوق. رجال القطعه من احمد عن هدف تعتبر استهبل كذلك لين والله فاتكم اشياء نواف بكل صدق وأمانة. يعني ما تحس ان بداية الجيم حق فالكون ونوبلز احمس من حق كيارين؟ والله شوف الصراحة انا البداية نفسي. بس البداية يا رجال الجيم كله طيب صار عليه 0-0 اوفر تايم هو نكس الجيم الاول كامل حق 0-0 هذا يب يب. اكيد احمس اكيد احمس بس بات بالفشل ضغط المستمر ايضا نفس اللي دائما نشوفه من فالكون كيلرز من الجدار لا رايح للتفجير لكن تركد ترول داشات ياب 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 ترى دي طايح فيها الكيلرز لو ما شفته اول يوم لهم بتنصدم. عطاها داشات كذا يا ساتر طربق طربق كذا ورا بعض والله ما شاء الله كيلرز وقلت كلام في بدايه السلسله انا مو ما ادري اذا انت يعني معي في ذا الكلام ولا لا. في اول يوم يوم الجمعه قلت يا عيال لو استمر لعب كيلرز كذا واعلى وافضل 100% هو اللي بياخذ افضل لاعب في المدريست في المينا ممكن الام في بي. والله والله شوف ما استغرب بس تدري من اللي يمكن ياخذها منه؟ نوبو نوبو يا حمار ما يلعب ارلسيس. انا ادري لو انه قلت لك لو انه ايه ما كيلرز زي ما قلت انت والله ما كنا لا ثري ليه لان كيلرز اصلا نظام لعبه كوبي بيس من نوبو فكيف عن الاصل اللي كيلرز ما في لعبه من اصلا يبحثون عن فرصه للتعادل لكن ترى جد ترى كيلرز ما كان ما صار زي كذا الا صار يتهم نوبو كثير باقي 30 ثانيه ونتيجه 2-1 نفس نتيجه المباراه اللي فاتت. كارن يلزمهم انهم يستمرون بالدفاع ويصملون الو ويلمسه هذا كم نواف قام يعشق والله يا ابوي اقلع ام اللمسه هذه حقت الوور دايركت وور دي يا ساتر ما ادري ايش اسمها سايكو. هدف اخر ثواني الو يرد هدف احمد بالوورد مدري الميجر اخر فرصه او ماي جاد ترك على الهادي رواص راح يتاكد انها تلمس لا نبي زيرو سكند جول يا اخي في جي جي والله سامحوني على الجوده ماني موجود انا داخل الجيم زي اخر مره يا اخي والله لو يسوونها سويب يسوون يا هذا بيكون ثالث جيم لهم سويب ثالث سيريز سويب كيرن ضد مين ضد فالكونز هذه المصيبه الجيم اللي راح احمد كان ما فكر تيالي ها يا الله يا روص دائما يفتحها بهدف روص يا الله شفت تناغم اللي يقولك عنه شوف الموت 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 يا اخي التوأم غش الجوده كويسه ما فيها شيء لاني انا خاش بث يا عيال مو انا اللي قاعد ابث الجيم نفسه هذه هي الجوده هذا على شيء والله والله ما متفلتين يا نواف والله كارين متفلتين
كيلرز مرتد الان هدف رايح لل50 لا 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 وين نو بوست طيران سريع الكوره يا بوست اجل البوست حق مد ترك اب يعني على السيف نادر وحش حلوه حلو ديمو والله من خالد حلو الباس بس حلو الكتب هاي من روس والله اللعبة ديدوس نواف اللعبة ديدوس عشق وبالأول هدف من كيلرز يا ساتر اوه ماي جاد الشوت حلو مرة والله علقها وعدنا من ثلاث لاعبين بس انها كانت فوق العارضة 1-0 تقان السويب يا جماعة لا لا كيارين متفلتين ولا بالعكس فالكم مستوهم كويس لا كيلرز سويها الزاويه صعبه انه يجيبها هدف تروح نص الملعب الان تمريره طويله للكيلرز ريدايركت من كيلرز لمسه الجراوند قصي حلوه الغهر الغهر وش الغهر هذا والله كان بيكون هدف عالمي من كيلرز لكن خالد ردت فعل تذكر فتشكر هل ممكن نشوف سويب الى الان هدف مقابل لا شيء الأقام اللي راحت كانت فارغة أساساً هل ممكن يحافظون على تقدمهم كيار إن؟ حلوة هذا الشيء راح سرق البوست منه نادر نادر ألو بالجيم نادر نادر ساتر يا ساتر يا الهدف يا الله نادر بعد صناعة هجمة ولا أجمل يا ساتر والله سواها نادر وخش مع كيلرز وسجل الهدف الثاني يا أخي ما تدري وش الأحلى الهدف والأنجل ولا العرضية ولا الدبل تاب ولا إير دريبل ولا النتيجة ولا وجيه ما تدري من أحلى ما تدري يا الله يسعدك مع السلامة شكرا لازم كذا كبس لي يعني الآن ما احنا نشوف فالكنز يعني ماخذين راحتهم وهذه الأول مرة من فترة طويلة أني ما أشوف فالكونز أتوقع مساعد الدوسري خاش على الخاص عند رواسة عليهم ضغط وهذا الشيء واضح يا لا يا شباب تصعيد تصعيد لا أنت قد تقرأ كلام أحد أنت لا لا ولا أحد لاعبين كيرن لا الجدار نفسه أو العارضة كيلرز أسرع في التحكم فيها كيلرز مرعب ألو يا ساتر يا أوه يا الفك يا شباب يا عيال والله اول مره يعني اشوف فالكون كذا يعني اول مره انا اشوف فالكون تمسخرون معليش لا لا يعني لا لا انا لا نكذب لا نكذب على بعض والله لا قلها بمصطلح طيب ثاني والله ما في اي مصطلح هم تمسخر هم مسخروا قبل شوي ما ادري من الحين تمسخرون تعويض بهدف دقيقه وخمس ثواني واضح اني زعلان عليهم صح الله ما زال موجود عند فالكون ما زالوا مستمرين ولعبهم نفس ما هو يا عيني تمريرة ذكية لكن كيلرز أذكى بخطوة للأمام كان متواجد الدفاع ومتمركز والله ما شاء الله والله يا عيال إني ترك أمام المرمى وش اللي قاعد يصير أوه ماي جاد وش الدفاع حبيبي وش ال إيش كانوا يقولون عنهم جدار برلين والله ما سموه جدار برلين عبث توني بقولها أقرأ أفكارك مو بس أنت أقرأ أفكاري هذه هدف تسديده سريعه كيلرز والله حرام يا عيال فل سويب يا عيال احس ماني مستوعب الان اير دريبل فل سويب ضد فالكون يعني عاد ما قد شفتها روس استلمها يا عيال والله مش طبيعي كيارن المركز الاول خلاص الى نهايه الرنسيس 15 ثانيه مستحيل ما اتوقع يا اخوان 10 ثواني مبروك الورد اتوقع فل سويب اتوقع ولف هو الفريق الاساسي اللي بيروح للورد أكيد ما يحتاج تفكر ها ثلاث ثواني يجي ثلاث ثواني تقسيم حتى بالرياضيات ما يمدي قلت لا لا يمدي يمدي والله فيها لا أنا أتكلم عن أول مرة يخسرون سويب ضد عرب ألو خالد ثانية يلا نبي زيرو سكند تكفون زيرو سكند قول والله مبروك اول مره اشوف فريق ينافس فالكون زي كذا ومن زمان تراني كنت انتظر اللحظه هذه يا نواف انا وش قلت لك انا وش قلت لك قبل شوي قبل لا يبدون الجيم قلت لك الفريق اللي بيوقفهم مين كيرن الفريق اللي بيوقفهم كيرن ومن اللي بيتفلت بالجيم كيلرز نفس كلامي بالضبط هذا انا قايلها من الجمعه اللي فاتت يعني لا تحاول يا ابو يا والله سلسل. والله سويب يا ابو يا ساتر والله والله شيء 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 نقاط للي صوت هذولا والله اللي صوت هذولا يعني وش كان اسمها هي؟ انا مصوت كي ار ان تدري ولا اي برودكشن بي ار والله شيء يعني ابدا ما توقعت انه يكون فل سويب
كل الناس كانوا يقولون 3-2 ها ام فول سويب. والله هذه مره صدمه مرعب صراحه الفريق هذا مرعب جدا. طب ريفرس نو واي لا 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 او ماي جاد لا يا ابني